اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده طبعا الاستاذ الناقد الرياضي محمد البرمي، هيكون معانا النهارده بالتحليل للصوره الرائعه اللي احنا لسه شايفينها محمد صلاح وتالقه في مش في الدوري الانجليزي حول العالم. محمد صلاح افضل لاعب في العالم حاليا. هنتكلم معاه على مباراه امبارح، مباراه كبيره في نهائي كاس الرابطه الانديه المحترفه الانجليزيه، كمان على مستوى الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه بشكل عام. محمد مساء الخير عليك، منورنا ومشرفنا. مساء الخير كابتن، شرف ليا وجودي مع حضرتك في قناه الاهلي، شرف كبير. ربنا يخليك يا محمد، منورنا دايما ومشرفنا. لسه قبل في الفاصل بقول لك اتفرجت على الماتش امبارح، فقلت لي طبعا انت من محبي طبعا ليفربول كمان قبل انتقال محمد صلاح لي. مباراه رائعه ما فيش شك، شفتها ازاي وكنت متوقع هذا الاداء بالنسبه للمستوى اللاعبين ل 120 دقيقة وكمان على مستوى ضربات الترجيح الماراثونية، شفت عامة المباراة ازاي بالشكل الفني؟ يعني طبيعي وجود ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة، يعني يعني أكيد هتبقى مباراة قوية جدا. تشيلسي بيلعب بالفول تيم تقريبا، غيابات قليلة جدا، حتى الاحتياطي زي الأساسي لوكاكو كان احتياطي، لكن هافردز مثلا من أفضل اللعيبة في الفريق. ليفربول يمكن باستثناء غياب وجود كيهلر وغياب الحارس أليسون كان باقي الفريق التيم الأساسي، فطبيعي كان هيكون مباراة قوية جدا للفريقين. كمان عندهم رغبة كبيرة جدا الحصول على لقب، ليفربول بقى لفترة طويلة غايب عن البطولة، تشيلسي كان عنده تحدي ان دي تاني نهائي يلعبوا، النهائي اللي فات خسر امام ليستر بهدف، فالاثنين عندهم دوافع كبيره جدا للفوز، اضافه كمان دافع المنافسه على الدوري الانجليزي. يعني ليفربول بيبص كمان على الفوز باللقب ده، دافعه في المنافسه للدوري الانجليزي، هدف من اهدافه.